قصة والي وهران وبائعي البيض. من منا لم يتابع القصة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دعونا نعود إلى الوراء قليلا، إلى الواقعة. ففي جولة فجائية لوالي وهران إلى أحد الشوارع بالولاية، كان يقف من خلالها على مدى تطبيق القوانين، فوجد مجموعة من الباعة ينشطون على الطريق وبطريقة غير قانونية، من بينهم بائع البيض الجلالي، فطلب منه مغادرة المكان. دعونا نتابع الفيديو للواقعة ثم نعود. كيف كيف؟ أزقشكم شي تروحي، أزقشكم شي، أزقشكم شي أي. هذه المشاهد تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وانقسمت الآراء حولها. ليخرج الجلالي بائع البيض من جديد في فيديو قال فيه إن الحادثة وقعت لأنه كان ينشط بطريقة غير قانونية، شكر السلطات وطلب عدم استغلال قضيته من أي جهة كانت، فهو يحب وطنه الجزائر. دعونا نتابع. السلام عليكم، أنا هو بالجلالي من الحادثة، وأنا هو اللي صرالي هذا المشكل هذا مع السيد الوالي، والحمد لله خدم السلطات عطوا الله وسكساو الله ولا والحمد لله يا ربي. وأنا ما بيني وبينه والو، هذا سيدي الوالد يعني حتى حاجة أنا جات كاع على عقد غير قانوني، وهذه جات هكا ربي لها سبب، أو وهذه مسلم وعيتهم من الخارج، وهذه 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 هما عايشين بولادهم أحسن تربية. أنا ما عنديش، أنا سي بصير بلادتي الحلال، علاش أنا كاين اللي قالت في هذا ثاني نخدم على روحي؟ حنا أنا غير بلادي هاك واحد اللي ثاني كرة لا بلادي أبو تو تحية بلادي تحية الجزائر. وهذه اللي بغاو يتاجروا بيا أنا تجربتي كانت على 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 نية باش الوالي يشوف باش يشوف ليا كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا حنا يدبر عليا في هذيك لاكسيون. شنو نقول كوتي؟ حنا ما خصناش هذو اللي يتاجروا بينا وتليفونات وفيسبوك. انا ديجا انسان بسيط. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو، رصدنا لكم بعضا من تعليقاتهم، والبداية بهذا التعليق لحسين بن جلال يقول فيها: عنده حق والي، غلط وصحح غلطة وإحنا شعب وقفنا معاه وحمد لله، والناس للتاجر بالقضية تاعو خلاصت عليهم. سلطان يقول في هذا التعليق: تحيا الشعب، كل ما الشعب ما يوقف مع أو ما توقف معك السلطات لي تشكر فيهم. ناخذ تعليق اخر. كاميليا محمد تقول: عنده الحق، يوجد الالاف من الناس الزواولة تحب تساعد بينك بينه، جماعه تصورني وانا ندير الخير ويحبوا يركبوا الموجه، جعلوا صداقتكم خالصه لله في السر. تعليق اخر لمحمد: قاع على بالنا بلي نحقرت، بالصح كلمة حق تقولها، بارك الله فيك أستاذ. تعليق آخر ناوي يقول فيه: قال المتاجر بقضيته من الخارج، لا أظن يقصد من تضامن معه من أبناء الشعب، والله أعلم. إذا كانت هذه التعليقات حول هذا الموضوع، مشاهدين أنتم أيضا بإمكانكم التفاعل معنا بآرائكم في هذا الموضوع، في قضية والي وهران مع بائع البيض، عبر صفحات شروق نيوز على مواقع التواصل الاجتماعي.